آملنا أن كلنا نجند في هذه المرحلة القادمة في المستوى البرلمان، مستوى المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، للدور نتاعنا البرلماني في المراقبة والمتابعة والتنسيق أيضا مع الحكومة حول كل هذه القضايا. الأولوية الحالية هي القانون المالية، من بعد قانون المالية ما هي القوانين اللي تتبع من بعد مباشرة. هذا هو العمل اللي راهو ينتظر فينا. وحري أن نذكر الجميع بحرص السيد رئيس الجمهورية على تكريس تقليد الالتقاء بأعضاء غرفة البرلمان، وهو برهان آخر على مدى تقديره للمؤسسات الدستورية واحترامه لممثلي الشعب الذين كان لهم الأثر الواضح في الدفاع عن قيم الجمهورية ومؤسسات الدولة. الدورة هامة بما يحمله برنامج التشريعي لهذه الدورة، على رأسها بطبيعة الحال الأولوية الأولى هي تشريع قانون مالية لسنة 2025، والذي سيحمل حتما في تفاصيله ومضامينه كثيرا من الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، والتي أصبحت بطبيعة الحال ضمن برنامجه الرئاسي. التزامات سيد الرئيس وبرنامج سيد الرئيس المبوب في 10 نقاط ستلقي بظلالها ربما على قانون المالية المزمع مناقشته قبل نهاية هذه السنة. الدورة البرلمانية ستكون حبلى بمشاريع القوانين أو القوانين التي سيناقشها البرلمان، على رأسها قانون المالية، قانون تسوية الميزانية، قانون المالية التصحيحي، وأيضا في البرنامج بالأكيد قانون الأحزاب، قانون الجمعيات.